خبر تاني خاص بلاعب دجلة مرشح لتدعيم وسط الزمالك حال تعثر مفاوضات دونجا. نادي الزمالك كان دخل في مفاوضات في الحقيقة لضم دونجا، ولكن في تعثر في الصفقة. نادي الزمالك بيفكر في محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة، وده من ضمن الترشيحات طبعا لتدعيم خط وسط الفريق. كل الأندية بدأت بالفعل بتدعم أو بتشوف الصفقات اللي هتدعمها في الفترة اللي جاية. في تعثر في صفقة دونجا اللي هو لاعب وسط طبعا بيراميدز وانتقاله لنادي الزمالك. اللاعب عنده رغبة ولكن لسه ما تمش إنهاء الصفقة مع نادي بيراميدز، ونادي الزمالك بيسعى طبعا إن هو يحسم الصفقة أو يحسم الجدل. ولو مش هيقدر يضم دونجا بيفكر في عبد العاطي حل بديل لنادي الزمالك في حال تعثر ضم دونجا. وكمان في إمكانية تسويق محمد حسن لاعب وسط الفريق والاحتفاظ بزيزو بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، مشاركته في التدريبات مع الفريق ليكون جاهز، وتدعيم خط الوسط في الفترة المقبلة. كمان من المقرر أن هيتم حسم الملف بالكامل ما بين إدارة نادي الزمالك، وطبعا المدير الفني هو اللي هيبقى شايف هيحتاج لمين ومين يرحل عن الفريق مش محتاجه الفترة اللي جاية. كمان الزمالك بيبحث في بدائل لطارق حامد، فرجاني ساسي، الاثنين لاعبي خط الوسط. وطبعا كلنا عارفين في حال غياب طارق حامد أو فرجاني ساسي قد إيه خط الوسط ما بيبقاش فيه البديل إلا على نفس المستوى، وده اللي بيفكر فيه نادي الزمالك يدعم بالبدلاء في الفترة اللي جاية.